احنا خلاص طالعين اهو هنطير، هنشوف مصر من فوق، واكيد سكاي دايف حاجه في مصر جديده. احنا برضو هدفنا رياضه ونشوف مصر اكتر. يلا يا شباب. طيب معالي الوزير، دلوقتي طيران يعني موت فصلان، حضرتك دايما بتستخدم موبايل، سهل ان الوزير يستغنى عن الموبايل؟ لا انا بستغنى عنه طول اليوم عشان اشتغل، لكن الصبح وبالليل ممكن ارجع ليه. يعني ياسمين بتقدر تستغني عن الموبايل؟ لا خالص. طب ليه معظم رسائل معالي الوزير فويس نوتس ولا بتبقى شات؟ انا ما بيني انا بوب يعني. أيوة. لا تشات علشان اتاكد انه بيشوفها بس كده. طب بيبعت لك استيكرات؟ انا ببعت له دايما. ورايك ايه في الاستيكرات اللي بتبعتها ياسمين مع الوزير؟ ما اعرفش بجيبها منين. اكتر استيكر غريب كان ايه بعته لك وكان رد عليا؟ يعني فنانين بيتاملوا بمنظر معين، حاجات غريبه كده، فيعني بس بحب ده عشان في النص كده بضحك. احنا جاهزين دلوقتي عشان نعمل المغامره وسكاي دايفنج. يلا على الطياره. يلا على الطياره. يلا متذكرين. بلدي جميلة، مبسوط جدا، يعني حاجة أنا أول مرة أعملها صراحة. إحنا في مصر عندنا رياضة القفز بالمظلات، أنا أول مرة أعمل السكاي دايف، مبسوط جدا. إحنا فوق العاصمة الإدارية بتاعت مصر، عاصمة المستقبل. شكرا يا فخامة الرئيس، يعني حاجة مهمة جدا وكبيرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هسألك سؤال سريع. سألك. لما بتحب تظبط مودك تسمع أغنية إيه؟ أم كلثوم. أوكي. في أكتر من أغنية ليها يعني، بس بحب أسمع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيلين ديون وتاني فرانك سيناترا. نجوم السماء.